هلا احنا عندنا هون الزون الاول راح يكون 1 ل 20 راح يكون عندي 20 طابق هون العدد هلا العدد بدي اضرب 1200 في 12% 1200 في 12% على 30 قديش؟ 4.8 اذا 1200 في اي ار على 300 مش هيك مضبوط؟ 100 ولا 30 اسف 1200 في 12% 0.48 ضرب 30 سكند احنا 1200 ولا 1600 1600 هذا معلش مره ثانيه احسبها 1600 في 12% على 300 في 30 19.2 هي 19.2 اذا هذا عدد الباسنجرز هلا 19.2 كعدد باسنجرز مقبول عندي 20 4.5 البوبيليشن 1600 اخترنا احنا السرعه هاي لهي قلنا لا مش 8 6 مش هيك الاوتو زون رح ناخذها رح ناخذ 10% نعمل تشيك عديتها نعمل رن اوكي اعطاني 213 لو قسمت الان 213 على 30 تعطيني 8 مظبوط؟ 8 مظبوط 8 فبكون عندي هاي هون ال 8 هلا خلينا نتاكد من ال A T T 1 لهذا الزون قبل ما ننتقل للزون في التنين الثانية دكتور الرايفل ريت هيك صح؟ الرايفل ريت 12% ما هو رح يضل 12% لكلهم مش هو 12% للعمارة كلها؟ قصدي على السوفت وير لا لا هاي انت هاي الارايفل ريت ما تهتمي فيها هاي للبيسمنتس اوكي هاي اذا كان عندي بيسمنتس بتاخذها بس هو هلا مهملها لانه انا عندي زيرو بيسمنتس اذا كان في عندي بيسمنتس وبدي اقسم بينهم الارايفلز بصير احط لهم كل واحد 5% او 10% من التوتال البايس اللي هو البايس تبعه هلا ناخذ نفس الارقام هاي وبدنا نروح نحسب الافرج ترافلينج تايم هلا عندي 4.5 ارتفاع الطابع السرعه 6 1.2 2 3 بدينا احنا بقديش 19.2 هو طبعا المفروض نعمل الايتريشنز بس انا اختصرت لهي بنرجع نعمل احنا بدنا نعمل تشيك سريع على الافرج ترافلينج تايم 1 انترنس وهون عندي 20 رح نعمل هدول الترايلز اذا بتلاحظوا هاي هاي جود فيتشر هون هي 20% بروجرس 30% اعطاني 100 من هون فالافرج ترافل تايم طلع هون 100.8 سكندز هلا هذا لسه اعلى قديش كان عندنا بالحاله الاولى لما حلينا طلع معنا 110 113 يعني هذا طبعا هون خلينا احطها بس بالمكان الصحيح ATT1 100 سكند طبعا هاي عليها هون كويشن مارك خلينا نحل الان الزون الثاني هلا الزون الثاني كم طابع عندنا؟ 14 في 80 1120 في 12% 34.4 اوكي على 300 كله 13.44 البي اه بي اوكي 13.44 عدد الباسنجرز 13.44 عدد الباسنجرز هلا السرعه هون رح نرفع هذا الزون ل 8 هلا هذا عندي كم طابع؟ بس عندنا مشكله ارتفاع الجراوند فلور بطل 4.5 صار 4.5 ومضاف له 20 اللي فوقه 20 في 4.5 90 متر فالمفروض اللي نيجي نعمله الان هلا اول شيء خلينا نعمل تشيك على الداتا الداتا اكسبتبل البوبيليشن غلط هون البوبيليشن البوبيليشن قديش طلعت لما ضربنا 14 في 80 1120 اذا هذه هيك 1120 نعمل تشيك قبل ما نحول هلا بدي احول الفلور هايتس لان ايكوال هذا ارتفاعه ايش راح يصير؟ 94
مظبوط هيك هذا المفروض التغير الوحيد اللي صار عندنا السرعة رفعنا هاي السرعة هون لثمانية 13.44 14 طابق هذا أب بي 8 نعمل هلا طلع معي 178 نقسمها على 30 طلع 6 مش هيك فعندي هاي 6 من هون نحسب هلا الـ ATT هلا عندي هون نفس الشيء هلا هون لازم اعمل ان ايكوال مش هيك وعندي هاي راح تصير 14 الكابين كاباسيتي قديش صارت عندي؟ 13.44 هذا كله نفس الشيء من هون هذا صار 8 هلا هذول بدنا نعملها ماتريكس مش هيك؟ فبتصير عندي هلا هاي 94.5 وبعدين بدي احط كم دكتور في تحت اي نوت ايكوال اظن هذا ال البايسز هذا للانترنس وهذا للفلورز بس هذا البايس اوكي هذا الارتفاعات هلا اظن لازم نحط هون 4.5 واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة في طريقة أحسن من هاي بس أنا ناسي كيف بعملها ممكن تحط هون تضربها بصير تضربها كماتريكس معرفش بس هون برضه ولا لا اظن هو حاطط شيء بالدوكيومنتيشن بس مش مشكلة هي عندي واحدة هي تنتين هي ثلاثة هي أربعة هي خمسة هي ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 احنا حاطين هون 14 والترايلز موجوده التوابل 14 لا كلهم 14 اول طابع حطينا الجراوند رفعناه مش هيك مش رفعنا الجراوند بعدين في 14 ولا 20 لا مزبوط 14 طابع لا بصيروا 14 لانه هو الجراوند 14 ابوف جراوند انت بتقولي 13 واحد مفروض ما بيهمني مفروض دخلنا 13 واحد بس هو اخذه ما حسب كيف السوفت وير مكتوب مش ما اظنش انه راح يطلع فيه غلط بس يمكن ياخذوا زياده طلع معنا هون الافرج ترافلينج تايم 87.2 سكندز اذا لسه عندنا كويشن مارك على ال 100 سكند هاي اللي موجوده هون يمكن لازم نرد نعمل تغيير في معنى وقت نكمل المثال الثالث طيب خلينا نكمل بس المثال الثالث بلاش نرجع نبدا من جديد هلا عندنا 13 في 80 1040 في 12% الباسنجرز 12.48 باسنجرز عندي هدول 13 الفيلوسيتي راح نرفعها ل 10 عندي هون واحد واحد البوبيليشن ايش راح تصير؟ 1040 بيسمنتس ما في مش هيك؟ انكول بترفع اعطيه ارتفاع نرفع ارتفاع الجراوند فلور مش هيك؟ هلا نرجع مرة ثانية ايكول قديش هلا لازم يصير عندي؟ عندي 94.5 بدي اضيف له 4.5 في 14 هلا بصير 14 لانه فوق لازم اطلع 14 في 4.5 زائد 94.5 157.5 ايش ضل؟ 10 اب بيك ترافيك 13 فلو اوكي 179 نفس الشيء اذا قسمنا على 30 بعطيني 6 ونحسب اخر شيء هلا الافرج ترافلينج تايم هلا راح اخذ هدول كم كانوا 14
منهم كوبي هلا بنقصهم واحد كوبي راح نقصهم واحد ونزيد هلا 94.5 مش هيك هذول صاروا 13 المفروض نزيدهم كمان واحد نقصهم كمان واحد 94.5 قديش بتصير 157 كانت 157 ونص عندي السرعة هون اخر شي سبيس هون هاي بتصير 10 1.2 الكابين كاباسيتي قديش صارت 12.48 ايش ضل اظن انه بده هاي الزيادة عدد الفلور تحت ال 14 ما غير اوكي قديش لازم يصير 13 وينه؟ 13 هذا رقم جديد مش هيك؟ انا هي 87 وهي هذا 88 نضل عندنا مشكلة هون بالـ ATT1 الـ 100 سكند اللي موجودة هون